يوم وأنا يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة منوم، وأنا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم يا تخبر يا محجوب يا اخوي، اللزمك السكات قدر ده امرق بدل يشقك. بعدين كتر خيرك وبارك الله فيك، ما قصرت. بعدين كان توفقت قول لنا ان امرق ندي الناس البشارة، وكان ما حصل نصيب تراك حاولت. مالك يا محجوب في شنو؟ رح يا قصة السخارة دي كثرتنا كثيرة، رح خيرا شفنا شغل الرقبة. مالك في شنو؟ اتكوري في شنو؟ النمي شيخ ماني ماشي لما نعرف محجوب ده مالوجة صاد على الحلة وتلبس زي الحرامي. أنا ذاتي ما الصدفة جابت له الشارع الوراني ولا كان شفته. هذا ما دار هذا تكاوى يكون رفضوا لي طلبوا. كل ودي الشوبة شنو؟ وإن بقى كمان طلبوا ما جازوا ليه؟ أمانة ما شفنا فيك يوم يا محجوب. ما رفض، ساعاته حيفوت حلة ود الشريف عشان يقضي وقت أكتر وهو في طريقه لياد. طيب يا أخي ما تقول كده من الصباح، وراح نمرق عليه الناس نديهم البشارة وراح. بشارة شنو يا شازري؟ فيشنا يا محجوب مالك؟ هذول مالك؟ ما دي عقوب يا أخي ما دي عقوب. أرح يا أخي الحاصل عرفنا ونام مالو محجوب وش في العنقفة. انت براك عارفه خبرا زي ده؟ كان قد البف الحلة دي وتحكر بيه وسط الناس في السوق. أسكت ساكت الراحة قولي أسكت. أما حاجب شغلت بالي يص على كل مارك في شنو؟ المشكلة يا شازل يا أخوي، مزعول بالمكانة دي داير تحضير، داير لجان تستقبل، داير لجان تحشي الجماهير.
انا ما اعرف الحكايه دي فاتت من راسي كيف، وانا ماشي ازعلهم عشان يخشونا. لما نوافقوا لي من الفرحه قلت متين اصل الحله، غلبني انه وقت فتحتها سالت روحي ده شنو اللي بيسوي فيه دام حيوب. طيب مالو حسي نحن نجهز ونعمل ليام ممنوع. الناس القروا وفاهمين طشوا برا البلد ولا مشوا على المدينة الصناعية. كذب الراحة ما حجوب، الناس اللي قاعدين ديل احنا نشوف نفسنا كيف نستفيد منه. أول التبادي الصادق والبشرة. الصادق شوبر؟ هذا صادق بالراحة بس كده وقع علينا. أوقع عليهم يعني يا جماعة زول ده كان الدو كان لعب مان تو مان، يعني فيس تو فيس، يعني باص وخانة كان غلب، لكن النزوة الدفاعية المطلقة هي اللي غلبته. زول منطقه كويس ولسانه حلو، ممكن يعمل شغل نستفيد منه. انا غايته ما بفهم من كلامه اي حاجه. ده انت، لكن ناس الحله بيفهموا كلامه وبيسمعوا كلامه. غايته اكتبه نشوف اللي بيحصل شنو، واكتب معك محمد سعيد الناظر. نسى ما بيرجع، إن شريان القفل بيموت. كم ملقانا منتظرينه ما بعود. هاي لكن محمد سعيد الناظر ده مهون في عالم تاني. هاي لكن اللي بنعرفه في الدنيا دي ورانا له محمد سعيد ولا نسيت. لكن مين يتلغى خط السكة حديد وهو مغبي؟ أكتبه عليك الله يا شازلي، أنا بضمنه لك بيركز معانا. طيب واكتب معاك بلود محمود. بلا شايل العتود ده وماشي بيه على وين؟ نازل على البحر تحت ماشي عليه مصطفى قاعد براهو، قلت أمشي على تون نسمعه ونكرمه شوية. ومصطفى ده حارس بابور منه؟ حارس بابور في واطاطن. هذا انت مالك بالموضوع ده؟ والله انا دخيل عتود ده جاي اطبحك انت بدل، انت مالك بالموضوع ده؟ مرض فقر دي خش لا جوا خش كل اكبر عليك. شو كذابه يا نفيسه وسعديه بنت الطيب. الصرفه حقت الصندوق الكبيره الاولانيه شلتيها انت دي وشلتيها لسمه ابتسام، وكانت ناسية أنا بذكرك عشان ابتسام دي أنا اللي ولدتها وما بنسى سمعيتها. وحتى لو كانت صرفتك مفترض تتنازلي منها للسرة دي عشان تسوي بها عريس عباس ولدها. والتاني يا نسوان الدايرة لها توبت حضر بها عريس عباس، أنا ببيع لها بالتقسيط المريح أخليك من سوق لحد. قلت أشيله أشرب أنا نجيب لك أنا الزيادة. أستاذ موفق ومجد ده ما قاعد يحرس البابور. أستاذ أمجد جاته فرصة في زيادة عشان كده قال لي هو حرس البابور. شوف يا أحمد المدرسة دي ما حتخليها، يعني ما حتخليها، يلا مش حصل الحصص. يا أستاذ قال لي هو ترجع سي. قلت لك أمشي الفصل وأبوك ده أنا حقابله. مدرسة ناقصة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أبو قاسم قال لك الدينة. وقاسم السعيد بتاع الدكان. خش شيل الدايراو كان عندك باقي تعادلي بعدين. الدور ده ما خشى والدبنو ده ما ازل لحد هسه.
قدام نوبة. فريد ود مصطفى للإعلام. قدام نوبة. هكذا كيف يا أخوي؟ ما في حاجة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي يكون من شنو؟ أنت متأكد إنه الكهرباء قاطعة؟ ما هذا النور مولع جوا؟ لا إله إلا الله. هو أنا ذاته ما موصل السلك. عليك الله وصله معك. تخيل لي كده معقول. صدق الحق. أنا قمنا حصل الظهر. وبالمرة نعلن الاجتماع بميكروفون الجامع، ما في وقت نلف على الناس زي كلهم. والله فكرة جميلة. نمشي على الجامع. بل حاجة. بلة، سعدية، صادق شوبارة، فريد. هسا عليك الله، الناس زي احسن مني في شنو؟ انا محمد يعقوب ده. ودي يعقوب انت كان بامرادك المزعول ده ما يغش الحله، طوال يمرق على جهاد. كمان دار تخش لك في لجنه غرتها ذاته ما عاجبك. القصه مي قصه عجباني ولا ما عاجباني، محجوب وشاز اللي تابعه عارفين ان انا ده لو قصدت لي حاجه بنجز احسن منهم. شغل شنو يا ودي يعقوب؟ انا احنا ما عندنا شغل نقضاها، كمان بتدورنا نقضانا شغل زول ثاني. قصدك شنو؟ لا لا والله ما قصدت اشياء ودي يعقوب، بس انا قلت يعني تكسر شرك وكدي. ما حجوب ما داير له راسه كيف قصاده، عشان كده سواله لجنه زي لحمه الراس. لان اشوف اخرتهم. ودي يعقوب خليك ما خليك منك ولا الكلام ده. ابي ما داري عم محمد سعيد الناظر، مرحب. مرحبا عم محمد، كيف احوالك؟ تفضل يا عم محمد، كيف احوالك؟ تفضل 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 يا عم محمد، تفضل. ايوه اسرارك. مرحب. مرحبا والله. مرحبا، تفضل 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 يا عم محمد. بكده يا اخواننا ممكن نبدا الاجتماع. نبدا على بركه الله. نتكلم عن مالك يا عباس؟ ما مشيت على بيت محجوب مع الناس. ايوه امي، لكن انا اسمي ما ندهو مع الناس. ساكت مش كده ساي؟ وما بنادوك مع الناس ليش؟ شنو انت اقل منهم في شنو؟ لا يا امي الموضوع ما كده، اصلا اي زول عنده شغله بيعرف بيسويها بيقضاها. بعدين احنا كان قصر شي نادونا ليه بنسده. وبعدين يا امي الناس ديل والله ما مقصرين معي، ترى شايلين معي هم العرس، لا من الله يتموا بالسلامه. هاي أنا بشرك يا ولدي، الليلة هدوني الصرفة اللولة في الصندوق. نفسها كانت دايراها علا سعدية وقفت لها ألف نحمر وبتدي عليها. انت ما بخيت في عمرك يا ولدي، والله والله جيت المزعول دي ذاته في شان صبرك ده. علا ولدي كنت بدورك تبقى معاهم في مجلسهم ده في شان ما ينسوا موضوعك. براهم ما بقصر يا أمي. لاعن هنا يبقى الكلام ده حقارة وكفاية بقى. دي ما حقارة، دي حماقة. بس حقارة حماقة وكالرجل اطلع بره. انت عارف الحقارة يا أولاد. وانا ذاتي ما بدورة يا أولاد. اقعدوا ساكت،
يا اخوان انتوا ما سامعين كلامه ده؟ اخوانا انا ما برضى الكلام ده كده عيب. يا عم محمد ارجع يا حمبا. ما برجع ما برجع. دي معنا غابه ولا حتى تعاون. قلنا الدنيا رجعت بخير من تاني بلمه جديده. لما ما في بيت بكا الناس تقعد تتفنس وتشرب الشاي، ولا لما في بيت عرس اهو لما تشبه النغابه ناس عندها اهداف بتحكمها قوانين، لكن طلعتوا لما فارغه. يلا غوروا بنا لما. يا عم محمد عم الناظر ارجع. يا اولاد هس المغبي منو الواعي منو؟ كم ما احترمتوني انا المرقتكم من بطون امكم. احترموا محمد سعيد المرق ده ولا احترموا محجوب اللي قاعدين في بيته ده؟ تعال يا محجوب تعال تعال. كتر خيرك يا سعديه. ممكن نبدا تاني من اول وجديد بالراحه عليكم الله. طيب بهدوء. طيب يا اخوانا نطرد الشيطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بسم الله بسم الله. كنا واقفين وين؟ ويا عباس امك تعمل ليك عريس يتونسوا به ويتكلموا به الحلال قدر الناس ما يجوا نكفيهن ونصبح مستورين. وسيرتك من عصر بدري يا سلام. وحنتك يا ولدي مالي يديك ورجليك وهلالك يضوي 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 في نص راسك. وقول كد يا ولدي ربنا يديك 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 ويملى يديك قدر صبرك تغلب بالمال وتغلبك بالعيال. اعفو لنا يا اخواننا سهرنا بيكم لكن مشينا كويس والامور بقت واضحه كده اللي خلص يا شازل. طيب 1 2 3. طيب اخواننا كده احنا نكون انتهينا من تجهيز الاستقبال والضيافه ومكان الاحتفال. فضل لنا نشوف ميزانيته وتكلفته والقروش حلين ما كيف ده فيما يخص استقبال المسؤول. فضل نشوف مطالب الناس شنو عشان نقدمه له والصباح نبدا ان شاء الله من الصباح رباح. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك يا سعديه. مرحبا يا استاذ. ما كان يا نسوان سكتن؟ ما في كان واحده عندها حاجه دارت تقولها للمسؤول؟ والله ذاته ما عارفين نقول لك شنو يا سعديه. الزول حاجته ما بحسها الا لما نجي يقضيها. يعني خلاص يا نفيسه ما ناقصك شيء؟ كان علي انا نفيسه دي بدور لي نظاره. شوفي بقى قليل. اقف يا بنت دارت تكتبي شنو؟ نظاره؟ مسؤول كبير ببدلته وكرافتته وعربيته نقول له نظاره؟ النظاره خلي ولدك ما بيقرا اللي يجيبها ليك. نحن بنتكلم على الحاجات الكبيره. كان على الحاجات الكبيره الولاده ذاتها مرات بتكسح علينا زي ما انت عارفه الا نمرق على الجيال. ايوه ده الكلام. يصلحوا لنا المركز الصحي ويعملوا لنا فيه غرفه ولاده. اكتبي يا بنت تصليح المركز الصحي غرفه حقت ولاده. النادي طبعا. النادي ما قاعد يا اخي. النادي بعيد وقام فيه العجر. يا اخي العجر الله اللي يقوم لك في راسك ده يا اخي. يا اخي عجر شنو يا اخي العجر ده؟ بنقوم عليه ننظفه كذا نقطه ونخليه نظيف يا اخي. بعدين بعيد وين؟ ما هذا حد الطاحونه دي بيجان؟ يا اخي قريب. كذا خليك منه. اكتب اكتب يا بل. اكتب. تلفزيون 29 بوصه. ايوه. ايوه. 29 ولا مش كده يا جماعه؟ 29. واعمل معاك ديجيتال بيكري. ديجيتال كيف؟ ايوه. ده عشان نحضر بيه الكوره. بس دي فالحين فيها؟ كوره؟ بس هل فالحين فيها؟ خلاص اكتب معاك مروحه. البابور الكبير ده مما تعطل؟ اي زول سواله بابور برا. زمان البابور الكبير ده بيسقي الواطه دي كلها وبحرسه فريد زول ويتناوبوا فيه. هسه البوابير كترت بقى دايره لنا ناس كتار. كلامك صح يا عباس. عشان كده كل يوم في ولد بيمرق من المدرسه. اي لكن اخواننا المجاري القديمه دي اللي كان بيوزع بيها البابور الكبير المويه كلها اتدفنت. وعشان نفتحها تاني
دايره على شغله كبيره. يعني هسه لو طلبنا من المزعول ده بابور جديد محتاجين نفتح المجاري دي كلها نظافه. اي نظافه عليك الله. مزعول كبير قدر دي شايل شاق البلد دي خاش يلقاكم نايمين وتتمنوا كمان. قال شنو نادوا تلفزيون كبير على قناه تلفزيون كبير شنو بخط لكم في البلد وسخارك يا اخوانا. الكلام ده ما عوج يا اخي. بالله عليك الله اختونا شايل ليكم ورق وحايمين تملوا الحله كلها وهم. المزعول ده ماشي جاد ودي معلومه اي زول عارفها. انت عندكم شنو عشان اخشوكم؟ جهاد مدينه كبيره وناس كتار عارفين انه ماشي وين، لكن المزول واحد محجوب لما نجي ماشي يجي غاشينا. نفرض انه غشاكم حتنظفوا له يا تشارع؟ انتوا عارفين انه جايب يا تدرب يا زول ان شاء الله نظف البلد دي كلها. طبعا يا كمان راح وراح النظافه راح نظفها لهم كلها يا الناس حق داري قال نظفها كلها العشر ده كله يشيل راح ورانا شوف طاير على الضبط طرف الفريق. عليك الله ما تنسوا أبدو بشارع حلتنا ونظفوه كويس. قلت لي المزون ماشي وين؟ ياب. ما تنسوا أحرقوا الأكياس. فريد هاجينا ها؟ مالك منشحط كده؟ والله يا قاسم يا أخوي مفروض أمشي أجيب القماش بتاع اللافتة وما لاقي لي شيء يمرقني على الزلط. خلاص يا فريد اكتب لابو الدكان ده انا جيك بالدرب. سمحت عاد؟ والله ده رافقني ذاته انت ساندني. وانا العدد اللي قلته ده كبير خلاص؟ كمان ما تنسي ناس الحلال التانيين لما سمعوا بيجية المسؤول كلهم سجلوا طلباتهم وجايين. كمان ما حجوب اخوي ما ممكن نضيف المزعول وناس الحله ونخلي ناس الحلال التانيين. المشكله المزعول وناس بيجي وقت الفطور واحتمال كبير يتغدوا معانا. الحلال شنو؟ كذا صبروا لي انا بتصرف. امرقل يا نسوان انا عندي خلاص ادورك انت امرقل. اسمع حسن خيت لك ماشي جبته لك؟ ما قلت داروا لعرس عباس. احنا وين عرس عباس وين؟ المعنى يعني ما خيتوا؟ ما خيتوا خلاص جيبوا. هذا القماش شوف لك شغلة تانك ضاها لغاية درج عباس ربنا يفرجها. اللهم آمين. ده كلام شنو يا سعدية يا أختي؟ إنتي أكتر واحدة يا أختي عارفة نحن تعبنا قدر شنو عشان نلم لي عباس شيلته، وتعبنا أكتر عشان نلم المصاريف للمناسبة. دحين يا بنت أمي جاي تشيليهم مني في الفريد يوم. مالي يا سرة لا الضيوف الجايين للبلد دي والضيوف دي نحن كان سترنا معاهم البلد دي بقيها خير كتير وعباس عرسه بتم. عباس العمر مشى فيه. عباس ما صغير واللي تلمى ما تلمى بيهين. دحين قسيت علي شديد يا بنت أمي. أنا عارفة أهو حارقة دول شنو يا السرة، وزي ما لمينا معاك زمان تاني بالليم. وإنتي عارفة الحلة دي كلها ما فيها زول عنده قدر اللي عندكم. دحين خلي المناسبة دي تتم عليه خير وبعد ذاك الله بيفرجها. قلت شنو أختي؟ خير يا بنت أمي. لا صادق الموضوع ده ما بينتهي باخوي واخوك. نعم شنو بالله ما تبلينا وخير نوم. راح ودي دي جبتان وبهناك. ما رد يا بيت؟ جرس يا امي. الولد ده بعد مبرد التليفون ده مسوي لي شنو؟ هسه كان في خبر مستعجل. هاي يا سفيان امي دايره. هنفكر. هاي يا سفيان انت وين؟ ها؟ انت وين يا سفيان؟ شغال والله يا امي.
خلاص مين مكانك ده؟ انت واولاد حلتك تجوا مارقين يا امي. في شنو؟ ان شاء الله خير. خير لما تجوا تساعدونا. الناس نفسهم انقطع من قلهم. نلقاكم 200 لو ما جيتوا هسي. الحله محتاجه لناسه. قلت لي كلها؟ اي والله دعوهم. كانوا في كاروين. رئيس الحسين دي يقول لنا هنا يا سره. كلها سره مرقت عليهم تشد عليها. غشوا. والله. عباس. عباس ود السره. الله يصحيه وين. تدي شيلتك للحريم ضيفوها؟ هي الحكومة تديك ولا تديها؟ حصل حصل لين باقي شيلتك من الناس الوهم دي. الناس دي زي ما وقفت الساعة تاني بتقف معي. اوعى تكون داير لك نفير يا عباس. النفير وقف زمان من زمن البابور الكبير. هسي كل زول عمل له بابور وبيسقى أرضه براو. ماله؟ ما يمكن جيت المسؤول دي ترجع لنا بابورنا الكبير وحصادنا يزيد. الله يصحيح غبيان. انت ما شايف ناس الحلة دي حالتها كيف انهم؟ لا شازع قادرين ينظفوا، لا جدول قادرين يشقوا. ناس دي قاضعة نفسها ساكت. لا تكرهوا العين. غشوا. انتك الله يبقى يا ولدي. الله يحجبوا غش بلد. عشان كده يا اخواننا قلنا لغاية هنا وكفاية. باريتوا اللجنة دي قلعت القدامكم والوراكم. وعشان شنو؟ عشان مزول غش. غش ماشي جياد. جياد خلتنا حلة بلا اسم ولا طعم. لقطت أولادنا وكملت عددنا. وبعدين نزلكم. يعني انتوا قالين المزود ده خلاص بنظرة كده يحل مشاكلكم؟ الهم هم مزول الشايف وعايشه يا حمد يعقوب. بالضبط كده براك قلت. يعني مزولك ده لا حيشوف لا حيحس بالحاسين بنا احنا. طيب التعب في شنو؟ لكن من يلقانا بدينا شيء بيكملوا أخير مما يلقانا ما عملنا حاجة. ما هنديات كانت ولا حاجة وبقت حاجة وغلتنا ولا حاجة. شغلت أولادنا ودتهم مهن ما عشان ترفعه وتزيده. ما أنت ولادنا ديل ترس من تروسة. كذابة ودي عقوب. عين هناك. ازيك يما؟ استاذنا من ناس جياد وقلنا نجي نساعدكم في النفير. قالوا لنا ما بتمشوا يديهمكم فاضيه زي ما انت شايف. لا سايق راجل واحد لكن عن الكراكة دي قدرتها بكم راجل. شو هالشي دي؟ ها؟ قلبي نقدر احنا في يوم؟ تقضى في فت ساعة.
السرة القصاصة ما كفت الصلصة شوية، والكرتونة الثانية حقة المكرونة وينها؟ أيه؟ حاجة فوق الوصف يا شازلي. أها باقي الأخبار شنو؟ أخبار طيبة وسمحة. الوليدات صلحوا البابور الكبير براهم وبيقوا شاطرين في الشغلة دي. لكن بعد ده كله ما انتهينا، والباقي لنا أقل من 12 ساعة، والمدرسة فيها تشاطيب كثيرة. والله يا أخوان أنا بس عندي مشكلة بسيطة فوق الميكروفون بحق ده، طوالي عاضي معي، مرات يشتغل ومرات ما يشتغل. أها شوفوا لي حل. لكن لسه باقي الجداول والشغل. صحيح مشينا كثير لكن لسه ما انتهينا يا اخوان. المرحله دي ولا كنا بنحلم بها. انا عندي احساس انه الاستقبال ده هيكون مميز جدا. لو صفيت العزم عاينت مكان ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. لو صافيت العزم فيك أو عاينت مكان ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. الهمزة الوعد فيك مدخور، صوت الأمل فيك موفور، يبني شواهق يبني جسور، لو بالجد صافيت غنياتك. ما دام انت ضراعك أخضر، خلي القوة فيك تتفجر، انت أكيد في القوة حتقدر تملى الكون بإشراقاتك. صافيت العزم الفيك أو عاينت مكامن ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. دي عزومتي يما. بدل عزومة عباس الناس تاكل وتتونس في الفارغة والملانة، عزومة عباس الناس اللي بتتعب وشغالة تاكل تسند روحها
عشان تقوم تزرع وتبني. إما شايف الحنة فيه إيدي يما، شوفي حنة الطين دي، شوفي همة الرجال. أرضا اللي كانت بتطلع 20 شوال عشان عباس يلمها في كم سنة، بعد بابورنا الكبير بيطلع حق الكم سنة في سنة واحدة، وعباس بيعرس. يلا أفردي وشيك يما ودينا زغرودة في عرس الحلة. ما قلت لك يا شازلي أجمل حفل استقبال، بدل الناس تقيف وتصفق بإيدينا، إيدينا هي اللي بتزرع وتبني، بدل الناس تسمع الناس تقيف على حيلة وتشيد همتها، بدل عربية المسؤول تشق الصفوف، الصفوف تشق الجداول وتزرعها. ذكرنا أن نجيب لهم بذور وعلم لسنة المدرسة. نازل منتظرين احلام.
بالهمة العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة الناجي وعد الأخضر بكرة مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.